اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده، فاكرين الابلكيشن الفظيعه احنا لعبنا بيها اللي هي بلاي موبيل لوكس فيلا اب؟ النهارده بقى هنلعب بيها اليوم الرابع. اول حاجه بص هنغير لهم لبسهم النهارده اول ما يصحوا من النوم، هنعيش بقى معاهم يوم بحاله في الابلكيشن ونشوف هيقدروا ان هم هيعملوا ايه بقى خلال اليوم الاكتيفيتيز بتاعتهم. واو بصوا غيرنا لهم الاول لبسهم هما الاثنين. اوكي غيرت لبس البنت ودلوقتي هغير لبس الولد. بص بقى لبست لبس جامد جدا، شميس موف على بنطلون تيركواز واديله. اوكي بعد كده بقى في عندهم كذا اكتيفيتي عايزين ان هما يعملوه. اوكي فتعالوا نشوف بقى مع بعض ايه الاكتيفيتيز اللي هيعملوها النهارده خلال اليوم بتاعهم. واو بص اول ما يشوفوا بعض يمكن يحضنوا بعض بياخدوا كوينز، بعدين هي تطلع بقى عشان تغير هدومها. اوكي هو بقى يروح يفتح الدولاب تقريبا عايز ياكل حاجة. هو بص بقى فتح الدولاب وهي تطلع تغير هدومها، هي عايز تنزل بقى البسين. بص لبست بقى البيكيني وهتنزل بقى تنط على البسين. واو وهو بقى لسه عايز يفطر تقريبا، فهي بقى بيعمل الفطار وهي قاعدة بقى بتبلبط في البسين وتطلع بقى وتنط تاني. واو شفت بتنط ازاي؟ هو بقى عايز ان هو يطبخ، قاعد بقى ان هو يطبخ اهو تقريبا بيعمل نفسه بيض عشان هي مش معبراه، بيغسل بقى الطاسة بالمية. هو بص الابليكيشن هو بيشاور لي على ايه اللي هو محتاجه ويروح يعمله. اوكي بص بقى راح غسل ايه، هي تطلع فوق تغير هدومها تاني. واو بصوا اخدت كوينز عشان نزل بقى البيسين وانبسطت قوي. الله وهو بقى قاعد بيطبخ تحت ده كده هيقعد على الترابيزة عشان ياكل. بص بقى قعد واكل اهو وهي تروح تغير هدومها تاني، وده عايز يروح يغسل ايده عشان يخلص اكل. اوكي بص هي تخش بقى السرير عايزة ان هي تريح شوية. خلاص كده بالليل الصبح خلص، هيجي بقى دلوقتي الظهر قامت بقى عشان بعد ما تعبت من البيسين هو راح اتفرج على التلفزيون، وهي هتروح تعمل ايه بقى؟ بصوا هتروح تغير هدومها تاني، انا مبتعملش حاجة غير ان هي تغير هدومها وتشوف بقى تلبس ايه، بعد كده تروح تغير هدومها. واو هو بقى هيقعد على دي على الكنبة عشان يتفرج على التلفزيون. اوكي وهي بقى تروح تاخد دش بعد ما خلصت البسين، وهو قاعد يتفرج على التلفزيون اهو. واو قاعد قعدت بقى بتستحمى. اوكي بعدين تروح بقى تغير هدومها. واو بصوا هنا بقى بيسمع اغاني دلوقتي وقاعد بيرقص بقى عليها ومبسوط جدا جدا. اوهو اديني رقصة اكتر. اوهو بص قاعد بيرقص ازاي، واو ايه الرقص الجامد ده، بص بيرقص ازاي الله. اخد بقى دلوقتي كوينز مبسوط قوي، وهي برضو قاعدة تحطت الميك اب بقى بتاعها قدام المراية. بعد كده جه بقى بالليل الله بصوا هو بقى عايز يروح التلاجة. الله بصوا بقى هنا بتعمل هي ايه، راح يغسل ايده، هي بقى فوق عايزة تغير لبسها، هي تقريبا قاعدة اليوم كل الصبح بتغير لبسها وهي تروح تاخد دش تاني. وهنا هو قاعد بياكل تحت طول اليوم. واو بص قاعد تاخد دش بقى مبسوطة قوي بالمية، وفي طلعت بقى عايزة تلبس هدومها عشان هي بردانة، ودخلها الأوضة بقى اللي تغير تلبس هدومها. واو بصوا لبست بقى هدومها تروح تحط ميك اب، وهو هيروح بقى عشان يغير. اوه قابلوا بعض راح حضنوا بعض.
واو، هو بقى لابس البيجامة عشان يخش السرير. وهي بقى كمان هتغير هدومها وتخش السرير. تروح تنزل بسين تاني. ايه ده، دي مفترية خالص النهاردة، مقضيها بقى بسين ونوم، وهو يعني قاعد يطبخ ويرقص. الله، بص بقى اليوم خلص. واو، اتمنى يا صاحبي تكون الابليكيشن الفظيع ده عجبكم. انا عن نفسي انبسطت بيه جدا. قولي بقى في الكومنتات ايه رايكم فيه. كمان نقاط العاب الاطفال عشان نجيب لكم لعب تانية كتير وابليكيشنز تانية كتير. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. اتوحشوني يا اصحابي، باي باي.